أسرار من حياة شيخ الأزهر أحمد الطيب، ومفاجأة بشأن أسباب مبارك لاختياره. مواقف كثيرة أثارت الجدل كان بطلها الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والتي كان آخرها المناقشة التي تمت بينه وبين الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة. فبين القبول والرفض شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حربا ضاربة بسبب موقف شيخ الأزهر. وبعيدا عن هذا الموقف، نستعرض في هذا الفيديو أبرز الأسرار والمعلومات عن شيخ الأزهر. ولد الدكتور أحمد الطيب في قرية القرنة بالأقصر في 6 يناير من العام 1948، ووالده هو محمد أحمد الطيب أحد أعلام الأزهر في ذلك الوقت. كان الأب يحلم أن يصبح ابنه أحمد وشقيقه محمد الأكبر منه عالمين أزهريين يشار إليهما بالبنان في قريتهما الواقعة بحضن الجبل بصعيد مصر. لكن الابن أثبت نبوغه مبكرا وتفوق في جميع مراحل التعليم الأزهري حتى التحق بكلية أصول الدين بالقاهرة، وبعدها واصل تفوقه وحصل على ماجستير والدكتوراه، ثم واصل دراسته في السوربون بفرنسا. تدرج الدكتور أحمد الطيب في جميع المناصب حتى وصل إلى منصب مفتي الديار المصرية، ثم تركها ليتولى رئاسة جامعة القاهرة. وفي 19 مارس من العام 2010 صدر قرار رئاسي بتعيينه شيخا للأزهر خلفا للإمام الراحل محمد سيد طنطاوي. ورغم تقلده العديد من المناصب، ما زال الدكتور أحمد الطيب يقيم في شقته بالقاهرة بمفرده، تاركاً الأسرة في مسقط رأسه بالقرية، ويواظب على زيارتها لمدة 3 أيام كل أسبوعين وأحياناً 3، كي لا تنقطع صلته بجذوره وأهل قريته. فيما يقيم نجلة الشيخ وهما المهندس محمود والابنة زينب بالأقصر، كما يتابع الشيخ بنفسه وبواسطة أبناء العائلة ساحة الطيب بالأقصر، وهي ساحة مملوكة للعائلة يجتمع فيها شيخ الأزهر بأهل قريته وأهالي القرى المجاورة، وتقدم فيها واجبات الضيافة الكاملة، ويمارس فيها الشيخ دوره كمحكم عرفي لحل الخلافات والنزاعات بين العائلات، كما يستقبل فيها ضيوفه من المصريين والعرب والأجانب، ويزوره فيها أحيانا بعض السياح الأجانب المتوافدون على الأقصر. للشيخ وعائلته ساحة أخرى في القاهرة يمتلكها شقيقه الأكبر الشيخ محمد الطيب، وهو شيخ طريقة صوفية، وقال في تصريحات صحفية إن الساحة تتوافر بها جميع مقومات الإقامة والضيافة للراغبين من أبناء القرية والقرى المجاورة، سواء مسلمين أو أقباط أو من أي مكان آخر، في زيارة القاهرة وقضاء مصالحهم فيها. وتستقبلهم الساحة وتوفر لهم كل ما يحتاجون إليه، كما توجد جمعية خيرية تتولى استضافة الفتيات اليتيمات وتربيتهن والتكفل بنفقاتهن حتى الزواج، واستقبال الحالات المرضية وتوفير العلاج لها، مضيفا أن كل أبناء الطيب يقومون بخدمة الزائرين والمقيمين في الساحة بالأقصر والقاهرة. ويقول إن الجمعية تقوم بمهام أخرى، منها سداد ديون الغارمات وتقديم الخدمات لمن يطلبها وحل الخلافات والنزاعات. كما أن لشيخ الأزهر مواقف أخرى، منها أنه لا يتقاضى راتبا عن منصبه كشيخ للأزهر، ويقول إنه يؤدي عمله في خدمة الإسلام ولا يستحق عليه أجرا إلا من الله. كما تنازل عن الكثير من مخصصاته زهدا وتقشفا، وخصص الكثير من المعونات من الأزهر للمتضررين من السيول والنكبات وبناء المستشفيات وتعويض ضحايا الإرهاب، وقدم الكثير من رحلات الحج والعمرة لأقارب وذوي الضحايا. وفي هذا السياق كشف العزب الطيب الطاهر، وهو من أبناء بلدة شيخ الأزهر وصحفي بالأهرام، حكايات وأسرار أخرى عن الإمام الأكبر، حيث قال إن الرئيس السابق حسني مبارك اختار الدكتور أحمد الطيب من بين 5 أسماء عرضت عليه لخلافة الإمام الراحل الشيخ محمد سيد طنطاوي في مشيخة الأزهر لسبب آخر بعيدا عن كفاءته وعلمه، وهو إجادة الطيب للغتين الإنجليزية والفرنسية بطلاقة. وأضاف العزب الطيب أن مبارك كان وقتها يعالج في ألمانيا من سرطان البنكرياس في العام 2010، وتقدم له الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية بقائمة من 5 أسماء
لاختيار شيخ للأزهر من بينهم، فاختار مبارك الدكتور أحمد الطيب وقال إنه يجيد الفرنسية والإنجليزية، وهذا ما نريده في شيخ الأزهر حتى يقدم صورة للأزهر والإسلام للعالم بلغاته المختلفة ويكون منفتحا على الآخر. وقت تعيينه شيخا للأزهر كان الدكتور الطيب رئيسا لجامعة الأزهر قادما إليها من منصبه السابق مفتي مصر، وسأله الصحفي المصري وابن بلدته العزب الطيب عن سبب تخليه عن دار الإفتاء وتوليه منصب رئيس جامعة الأزهر رغم أن دار الإفتاء هي الطريق لمشيخة الأزهر. رد عليه الدكتور الطيب وقال له إن الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي كان وراء تعيينه رئيسا للجامعة وتخليه عن دار الإفتاء، وقال له طنطاوي إن رئاسة الجامعة هي الطريق له لمشيخة الأزهر، مضيفا أن الاثنين كان بينهما مودة ومحبة وثقة وتقدير متبادلين. كان الإمام الطيب عضوا بلجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وهو ما أثار غضبا وجدلا، لكن كما يقول العزب الطيب فإن لجنة السياسات التي يقودها جمال مبارك كانت الحاكم الفعلي للبلاد في عهد مبارك، وكان انضمام شيخ الأزهر لها رغبة منه في الحفاظ على الأزهر وحمايته من العبث والتدخل الذي قد يضر بالصرح الديني العتيق، مضيفا أنه فور زوال هذا السبب قدم الشيخ استقالته من الحزب، وقال إن شيخ الأزهر يجب أن يكون لكل المصريين دون انتماءات. اعتنق الكثير من الغربيين الإسلام على يد شيخ الأزهر، ومن بينهم أفراد الأسرة التي كان يقيم لديهم خلال دراسته في باريس. ويقول العزب إن شيخ الأزهر قارئا جيدا لجميع مجالات العلم والمعرفة والأدب، وكان أول من نادى بتجديد الخطاب الديني دون المساس بثوابت الدين، ودعا للتعريف بوساطية الإسلام واعتداله، مؤكدا أن الإمام الطيب لديه إيمان كبير برسالة الأزهر، وهو راع لكل من يساهم ويساعد في نشر هذه الرسالة في كافة ربوع الأرض.